السلام عليكم. قبل بداية الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على لايك لتحفيزي على تقديم المزيد. واحد معايا، شكون شتي هذا؟ ما فهمتش، شكون هذا شتي؟ وش يكون هذا شتي؟ ويا شيخ، اروح اروح اون لايف، اروح اروح اون لايف، اطلع معايا اون لايف، راني اون لايف، اطلع معايا تشوف اون لايف، اروح معايا اون لايف تشوف، اروح اروح اون لايف، اروح اون لايف، واني داير اللايف، ايه اروح، وا معليش اروح اروح، ما دير اروح، معليش ما ديرش الوسمو، اروح شي رفيق ما تعرفوش، جوار جوار تاواش، جوار تاواش، قصحوا لنا البارطاج خوتي، خو جاي كلاش خشين، جوار تاع دي زاد، يتنهاك، ندير له انا، يتنهاك، من بعد، باسكو الجوار تاع الجيري لازم من لازم من نطلعه معايا، ها؟ انا الناس اللي ما يقدرونيش ما قادرهمش انا. ياك وسم لي رفيق انا وسم ليش قشيعه دوك سي بون هكذا يعني كيب ناسيونال ولا عطاي انا وسم لي دي جي رفيق ولا الشيخ تحبس هنا ما وسم ليش قشيعه اوكي فوالا تو مي ريسبكت با كل واحد راح كيب ناسيونال ولا ماشي كيب ناسيونال هاك تسمع كده في راسك لا تقدر صنع اليوم كل من لاعبي المنتخب الوطني إلياس شتي ويوسف بليلي الحدث، وهذا بعد دخولهما في لايف مثير للجدل ديجي رفيق، فبدأوا بالمزاح معه ونعته باسم قشيحة وهو الذي يكره هذا الاسم، فلم يعجبه الأمر وغضب كثيرا فبدأ بشتمهم وسبهم، لكنهم لم يغادروا اللايف. يذكروا أن لاعبي المنتخب الوطني علاقتهم جيدة جدا ويحبون المزاح كثيرا، ودائما ما يقومون بمثل هذه الأفعال في جميع اللايفات. في نهاية الفيديو أشكركم على المشاهدة، نلتقي في فيديو جديد، السلام عليكم.